كوري المنطقة الحديثة لفريق الاتحاد أول موسم مر الكرة، ولكن باديفان أو جونيور يلعب إلى باديفان. معز العموري يلعب الكرة عالية باتجاه المهاجمين وترجع من جولي، يلعب الكرة باتجاه محمد زعبية وأمامه جونيور اللي يستخلص الكرة بشكل جيد من أمام محمد زعبية. جونيور يمرر في منطقة سند وجونيور يأكد بعدها مع جيل أكيد مميز مع فريق الاتحاد في ألفينيات القرن الماضي، جيل اللي تألق على الصعيد المحلي والأفريقي. يرجع الكرة لصهيب من خارج الرجل، يلعب الكرة باتجاه التورغي وجونيور يفتك الكرة ويلعب الكرة في الناحية اليسرى. بس الكرة لزعبية براسية إلى شلدون وجونيور يفتك الكرة وبسلاسة يلعب. حكم اللقاء يشير إلى استمرار اللعب لتصل إلى عيسى وتعود إلى ربيع الشادي ونقلات هنا وتعود من جونيور اللي بدوره يلعب الكرة طويلة بالهدف. يوم رفيق الاتحاد لحد الآن التعادل هدف لهدف. تتحاف فريق الاتحاد أو التورغي يبعد الكرة طويلة أمامية إلى جونيور اللي فضل إرجاع الكرة إلى حارس مرماه أحمد الزناد. أحمد أمامه جهاد إلى جونيور. جونيور وتمرين الاتحاد والمستقبل والعروبة، ودرب أيضا اتحاد مصراعة السويحلي. يلعب الكرة السويعي، رجع الكرة باتجاه جونيور والنقلات لتصل إلى باديفان. بيحمل إشارة القيادة أحمد الزناد. جونيور يمرر مهاري هذا اللاعب، يلعب الكرة محمد زعبية. محمد زعبية يلعب الكرة وتصل سهلة باتجاه علي الطويل إلى جونيور. يلعب تصبح أو لازالت الكرة في اللعب لتصل إلى جونيور ونقلات مهين عبد الرؤوف وجونيور ومؤيد. محمد زعبية حاول يمر ولكن تصل إلى جونيور إلى القنطري. في الدقيقة العشرين من مجريات الشوط الأول متابعينا الكرام، والتعادل السلبي ما بين رفيق والاتحاد. حكم الدولي وعلى تنفيذ الخطأ توماس جونيور الكاميروني يلعب الكرة طويلة أمامية باتجاه جونيور، تسديدة يسارية في الموسم الماضي. جهاد خليفة صاحب الهدف الأول، والآن خطأ لصالح فريق رفيق في منتصف ملعب فريق الاتحاد. تنفذ باتجاه الرياني منتصف الميدان، تنفذ بشكل سريع تصل إلى جونيور اللي بدوره يلعب كرة طويلة وترجع من مدافعي فريق إلى محمد أو علي مصفى طويل وتعود إلى جونيور. جونيور يلعب الكرة طويلة باتجاه المهاجمين. محمد يرجع الكرة باتجاه علي مصفى طويل إلى جونيور. جونيور يلعب الكرة في أقصى الناحية اليسرى باتجاه محمد عياد، يحافظ على كرة عياد ويبحث عن مساندة محمد. يفضل يرجع الكرة إلى جونيور اللي بدوره يلعب الكرة في العمق باتجاه محمد نصر. لن تنفذ إلى الرياني إلى جونيور يلعب الكرة طويلة أمامية باتجاه محمد.